أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. أيام وتطل علينا الذكرى الثامنة لانطلاق ثورة 11 من فبراير، الثورة التي هب إليها اليمنيون من كل مدن البلاد ليملأوا شوارعها بخطواتهم الثورية وسمائها بهتافاتهم المناهضة لنظام حكم عائلي ظل جاثما على جراح الشعب طوال 3 عقود. 8 أعوام ولا تزال الثورة تخوض أعنف معاركها التي فرضتها تراكمات العصر البائد، عصر المخلوع صالح. طوال الأعوام 8 التي تفصلنا عن انطلاقها لم يخلط الثوار شك في سمو أهدافها وغاياتها، حتى مع تصاعد وتيرة حملات الثورات المضادة التي تريد تحميل فبراير وزر الحرب. لكن التاريخ يسرد في تجارب الشعوب أن لا ثورة أنجزت أهدافها بين عشية وضحاها، وأن ثورة ابنة بيئتها والظروف المحيطة بها، وأن معطياتها ومراحلها تتغير تباعا لتلك الظروف. اليوم وبعد 8 سنوات لا تزال فبراير حاضرة بأهدافها وأمالها، وإن تغيرت الوسائل وتكالبت عليها قوى الرجعية المحلية والإقليمية فالتاريخ أبدا لا يعود إلى الخلف. ومن هذا المنطلق سنكون اليوم معكم في هذه الحلقة من برنامج المنصة، نخوض فيها في حاضر ثورة فبراير ومستقبلها في التحديات والمخاطر في حقيقة الثورة وحملات الثورة المضادة. لكن أذكر قبل البدء باستقبال اتصالاتكم بإمكانية التواصل والمشاركة معنا من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة. طيب، لدينا اتصال في البداية الأخ علي الورافي من المملكة العربية السعودية. أهلا بك علي. يا مرحبا، حياك الله علي. ماذا يعني لك 11 من فبراير بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 11 من فبراير يعني الكثير. ثورة 11 من سبتمبر أسقطت مشروع التوريث، وأسقطت المركزية، وأسقطت الفاسدين، وأسقطت كل من قام عليها. تلك الدماء الزكية التي سقطت في الثورة 11 من فبراير لم تكن لتسوية أمامي بغيض ولا لاستثمارات حزبية أو فئوية أو انتهازية، وإنما ارتكبها اليمانيون لاستعادة دولتهم المخترقة من قبل الإماميين. وثورة 11 من سبتمبر ثورة مجيدة، وإن شاء الله يتم لها النجاح إن شاء الله. طيب، هل ما زالت هذه الثورة وفعلها مستمر برأيك؟ أي نعم، أثارت الثورة مستمرة وإن شاء الله إلى الأمام، ولم تحقق أهدافها بعد. طيب، اليوم هناك من يرجع الأوضاع التي آلت إليها البلاد أنه سببها أنها نتيجة لثورة فبراير، ما رأيك؟ لا بالعكس، ثورة 11 من فبراير أتت حصانات وأتت كل شيء، ولم تحمل السلاح ولم تقطع الطريق ولم تفجر المنازل ولا المساجد ولا أي شيء. شكرا جزيلا لك علي. اتصال آخر، هاشم الأبارة من عدن. أهلا بك أستاذ هاشم. أهلا بك يا مرحبا. بداية أهلا وسهلا بك. بعد 8 أعوام اليوم على انطلاق ثورة 11 من فبراير، أين ترى الثورة في الواقع السياسي والاجتماعي اليمني الآن؟ الثورة في الواقع السياسي والاجتماعي، فالثورة ما زالت واحدة من عوامل المقاومة للمشروع الإمامي، وقوة الثورة اليوم ما زالت في صدارة القوى التي تدافع عن الجمهورية وتدافع عن الكرامة اليمنية وتدافع عن الدولة اليمنية، وهذا نلحظه جميعا. يعني وهو كان امتداد أصلا لمشروع، وهو امتداد لمشروعها الذي أعلنت عنه قبل 8 أعوام، يعني في محاولة لحماية الجمهورية من حرف غاياته أو حرف مساراته لاتجاه مشاريع فئوية أو أسرية لا تمثل الجمهورية بصراحة. اليوم ثورة فبراير هي تمضي على ذات المشروع، الدفاع عن الجمهورية، الدفاع عن المواطن، الدفاع عن الدولة اليمنية، ومحاولة تخليق فرصة أو تخليق مساحة لإعادة بناء الدولة بما يتطابق فعليا مع أهداف الثورتين سبتمبر وأكتوبر.
طيب هل الثورة المضادة نجحت في إجهاض ثورة فبراير؟ بلا شك أن تلك الإرادات التي عارضت ثورة فبراير ولا شك أن الثورة المضادة قوية وهي تعتمد على أدوات أو تعتمد على سلوك تدميري يدفع بالأمور، وهو الذي دفع بالأمور إلى هذا المنحدر، أنه إشعال حرب بهذه البشاعة، التحالف مع الجماعات التي تتبنى مشاريع ضد الجمهورية اليمنية، ضد الوحدة الوطنية، ضد المستقبل، تحاول جر اليمن إلى فترة الماء السحيق الذي غادرناه منذ أعوام كبيرة، وهذا يعني أنه يعني ما زلنا في صراع حقيقي، يعني الثورة مثل في الدولة، الحرية، الكرامة، الحكم الرشيد، النزاهة، الديمقراطية، والثورة المضادة اليوم هي من تتبنى المشاريع النقيضة للجمهورية اليمنية، وكل القيم التي حاول الشباب فبراير ان يثبتوها او ان يثبتوا انها موجوده او يثبتوا تنفيذ او ممارسه واقعيه لهذه القيم، وان يدفعوا بمزيد من القيم في عمليه تصالحيه مع العصر وعمليه تصالحيه مع التاريخ. طيب كواحد من شباب فبراير انت هاشم، ما رايك بمن يحمل اليوم ثوره فبراير مسؤولية مآلات الوضع الذي وصلنا إليه اليوم؟ من يحملون ثورة فبراير المسؤولية هم من كانوا أصلا ينظرون إلى القيم التي تنادي بها فبراير كقيم فائضة عن الحاجة، بمعنى أنه حينما كنا نضع تقييد لنظام صالح ونتحدث على أن نظام صالح كان فاسد ونحن نعتبر الفساد خطيئة، كان الطرف الآخر لا يعتبر الفساد خطيئة بل يعتبرها سهلوة، وبالتالي كان يعتبر مطالبتنا بسلطة غير فاسدة، بسلطة نزيهة، بسلطة تدير الأموال بطريقة الدولة بطريقة عادلة، توزع الثروة بطريقة منفذة، كان يعتبره أنه أمر فائض عن الحاجة. أنهم يعني كانوا يتصالحوا مع طبيعة الفساد، كانوا يتصالحوا مع وضع الرشوة، كانوا يتصالحوا مع كانوا يعني لن يكونوا يعني ضد ان يتوارث علي عبد الله صالح ويسقطه السلطه في اسوء يعني في اسوء صيغه، يعني عمليه حرب مسار الجمهوريه التي اسسناها قبل 60 عام. هؤلاء اليوم هم الذين يعني يحملوا مسؤوليه يحملوا فبراير المسؤوليه، بينما واقعيا انه نستطيع ان نحدد اتجاهات ثوره فبراير الى ما قبل الانقلاب. تحمل شباب فبراير قمع وحشي، ومع ذلك ظلوا يتحدثوا باسم الانقلاب ويتحدثوا عن الداعم ويدفعوا باتجاه خيارات تخلق توافقات يمنيه لا صراع، تخلق شراكه وطنيه لا تفرد، تخلق حوار وطني لا استخدام الشمس اتجاه الغلبه. هذا كان الاتجاه الذي تحاول ان تدفع فيه ثوره فبراير، وهم ذهبوا على قيم نقيضة وفجروا معركة ورفضوا وانقلبوا على الدولة، وليس فقط انقلاب على الدولة، كان انقلاب على كل ما انجزه اليمنيين خلال 60 عام، الجمهوريات، الحريات، المواطنة، حرية الإعلام، الحرية الشخصية والحرية السياسية. وبالتالي هؤلاء من يحمل فبراير اليوم المسؤولية هم كانوا جزءا من ذلك التحالف الذي كان في صف واحد في خندق واحد مع اعداء الجمهوريه برمتها. وبالتالي انا غالبا العلم هؤلاء يحتاجون الى اعاده تاهيل شعيدهم الى وعي المواطن الصالح الذي يرى ان الفساد خطيئه لا يجب ان يتصالح معه، يرى ان الشلليه والعصبويه واستخدام العنف والاعتناء بالقبيله ومحاوله تشكيل مركز سلطوي يتحكم بالقرار السياسي والثروه السياسيه على اسس مناطقيه او على اسس اسريه
يرون هذا خطيئة لا يجب أن يتصالح معه. حينما يتم إعادة تأهيل هؤلاء سيدركوا بالضرورة أنه ما كان هما في شباب فبراير هو يعني هو المطرح المفروض الذي يستوعب أحلام اليمنيين وآمال هذا البلد ويجد بطريقة مسؤولة بطريقة أن نحن مستقبل آمن ومشرف. شكرا لك هاشم الأبارة. ومن اسطنبول ايضا ينضم الينا عبر الهاتف محمد المقبلي. اهلا بك استاذ محمد. اهلا اهلا سامي، اهلا بك واهلا هاشم وكل الشباب وكل المستمعين. بعد 8 أعوام كشاب من شباب فبراير، ما الذي حققته الثوره؟ عزيزي سامي انت والمشاهدين الكرام، من المعلوم جدا والمؤكد ان مهمه اي ثوره في العالم هي استعاده الاراده الشعبيه، وهذا ما حققته ثورة 11 من فبراير في هذه اللحظة، بل إنها كسرت كل التوقعات السياسية التي كانت دائما يتم إسقاطها على اليمن وتطرح بشكل أو بآخر على أنه بلد مسلح نفسه قصير غير قادر على الاعتصام أطول فترة ممكنة، غير قادر على مواجهة آلة العنف، بلد يوجد فيه نحو أكثر من 60 مليون قطعة سلاح، الثقافة المدنية لا تزال حديثة، نسبة الأمية مرتفعة جدا، بلد كان تحت خط الفقر، كان وفق تقييم كثير من مؤشرات التنمية في العالم أنه من يشمله تقييم الدول الفاشلة، في مؤشر دافوس كان يحتل قائمة متدنية فيما يتعلق بجودة التعليم، لكن فبراير الذي حققته هي استعادة الإرادة الشعبية، لأن أي ثورة مهمتها استعادة الإرادة الشعبية، بينما استعادة الدولة استعادة الاقتصاد وبناء المؤسسات هذه مهمة النخبة والطبقة السياسية والاقتصادية وليست مهمة أي ثورة. مهمة أي ثورة يجب عليها أن تحققها في هذه اللحظة الأولى هي استعادة الإرادة الشعبية والحفاظ عليها. طيب الثورة فبراير بعد 8 سنوات هل ما زالت هذه الإرادة الشعبية حاضرة وموجودة ومتحدة ولها نفس الموقف ربما من هذه الثورة وأهدافها؟ أنا أعتقد أنه الثورة هي كحالة معينة تنقسم إلى قسمين، الثورة كفكر والثورة كعاطفة. في الغالب العاطفة الثورية تكون مؤقتة قائمة على الحماس الآني على الانفعال، لكن الثورة الحقيقية والنواة الصلبة للثورة هي الثورة التي تمتلك الرؤية أو الثائر الذي يمتلك الفكر ويمتلك الموقف، وهو لا يزال حتى هذه اللحظة بذات الموقف بل أكثر نضج. خبرة الشباب الثورة السياسية الآن أكبر، قدرتهم الفكرية أكبر، رؤيتهم للدولة أكبر، اكتشافهم لخيبة النخب السياسية العاجزة أكبر. فأنا أعتقد أن الثورة هذه هي أشبه بالطفل، في سنوات الأولى دائما يكون خبرته قليلة، رؤيته للحياة أقصر، لكنها تذهب كل يوم نحو النضج. وفي هذه الذكرى 8 نلاحظ أن لا 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 شباب الثورة لم يعودوا فقط في ميدان الثورة أو في مساحات المدني فقط، انخرطوا مع كل القطاعات الشعبية في مقاومة الانقلاب الذي يعتبر شكل من أشكال الثورة المضادة. وفبراير لم تواجه ثورة مضادة واحدة فقط، هي واجهت 3 رؤوس للثورة المضادة، أشباب الأفعال الأفريقية من 3 رؤوس، ونقصد هنا ميليشيا الحوثي الإمامية الكهنوتية إرث النظام السابق ومنظومته السياسية والاجتماعية، وايضا التحالف العربي وبالذات الامارات والسعوديه الذي تحولت الى شكل من اشكال الثوره المضاده، ولديه موقف جذري وواضح من التحولات الذي قامت على قاعده 11 فبراير، ونقصد هنا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي هي تعتبر تحويل لثوره فبراير من الشعارات والانفعالات والهتافات بالساحه الى تشريعات، وهذه هي امتدادا لمقوله كان يقولها مفكر فرنسي ان الثوره تخوض مرحلتين من النضال او 3 مراحل من النضال، المرحله الاولى هي مرحله الشعارات والاهداف والهتافات، والمرحله الثانيه هي تحويل تلك الشعارات والاحلام والتطلعات الى نصوص مكتوبه، ثم تاتي المرحله الثالثه والاهم تطبيق تلك النصوص المكتوبه، ويقصد هنا التشريعات. اعتقد ان ثوره فبراير في سنتها 8 في ذكراها 8 تمضي في هذه الخطوتين، خطوه الشعارات والاهداف تم انجازها في الساحات، ثم تحويل تلك الشعارات والاهداف الى نصوص من خلال الدستور الاتحادي الجديد الذي يمثل تصورات 11 فبراير والثوره، وثم الخطوه الثالثه وهي الاهم والاصعب في مسار كل ثورات العالم، وهي تطبيق تلك النصوص المكتوبه ومواجهه كل المعيقين لتلك النصوص. طيب محمد في ذات اللحظه محمد انت التي تتحدث
فيها عن ثورة فبراير بكل هذا الاعتزاز والافتخار، لأنك واحد من شباب هذه الثورة. هناك مواطنين يمنيين آخرين في الضفة الأخرى وفي الجهة المقابلة ينتقدوا ثورة فبراير ويحملوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الحالية في البلد. عزيز سامي، المواطن البسيط والمجتمع الواعي يدرك إن من أدخل البلد إلى هذه الأزمة الإنسانية هو الانقلاب، لم تكن ثورة 11 فبراير. ثورة 11 فبراير مخرجاتها كانت لها علاقة بحياة الناس. ثورة فبراير أول ما انتزعت 60,000 درجة وظيفية للناس الذي كانت ملفاتهم مكدسة في الخدمة المدنية. ثورة 11 فبراير استطاعت إلى حد ما من خلال حكومة الوفاق التي نكون راضي عن أدائها أن تحافظ على الاحتياطي النقدي وأن يرتفع من 2 مليار دولار إلى 4 مليار دولار، وأنا هنا أتحدث عن الأرقام. ثورة فبراير أبقت من خلال مخرجاتها الذي لم نكن راضي عنها حكومة الوفاق العملة الوطنية لأول مرة تثبت أمام الدولار لحوالي 3 سنوات، وأنت ربما كنت أحد الإعلاميين المشهورين الذي كان يعيش في تلك المرحلة، سواء مرحلة الثورة أو ما بعدها، حينما كنت في قناة فضائية للسعيدة. هذه هي مخرجات ثورة 11 فبراير. من أنتج هذه المأساة الإنسانية هو الإنقلاب، هو الذي جلب التحالف الخارجي إلى اليمن، هو الذي جعلها سيادة اليمن مهددة. المرحلة الانتقالية والإنقلاب هو الذي أنتج هذه المأساة. هذا هو الواقع. الشعوب والباحثين والمؤرخين عندما يأتون لا يمكن أن يدونوا التاريخ ولحظة من خلال شائعات مطابخ الثورة المضادة، سواء الداخلية أو الخارجية، الذي من اللحظة الأولى كانت تحمل ثورة 11 فبراير حتى لو انكسر جلس في مدرسة. دائما عبر التاريخ تطرح مثل هذه الأطروحات، لدرجة أنه حتى بعد ثورة سبتمبر كانت مطابخ الإمامة والشائعات تروج أن ثورة سبتمبر جاءت بالسلاح، وأن القضاء لم يعد آمن، وأن الناس كانوا في زمن الإمام تأمين الناس من الناس كان أكثر. هذه عبر التاريخ شائعات الاستبداد السياسي، شائعات الناس الذين لا يريدون لهذه الشعوب أن تنال حقها المشروع في الحرية. أما التاريخ وأما الناس الواعيين والمدركين فهم سيدركوا بكل أمانة وموضوعية من أنتج هذه المأساة هو الانقلاب، ولم تكن الثورة على الإطلاق. طيب الناس يعرفون. طيب محمد، أنت أشرت إلى نقطة أنه شباب فبراير ربما اليوم انخرطوا في المجتمع وهم موجودين اليوم من داخل المؤسسات وفي الجبهة المضادة اليوم للانقلاب. هل من هم من شباب فبراير وموجودين في مؤسسة الدولة المختلفة سواء الأمنية والعسكرية والسياسية والخدمية، هل ما زالوا يعبروا عن هذه الثورة كزميل لهم في هذه الثورة وتعتقد أنهم يخدمون هذه الثورة، أم ربما البعض يقول أنهم تخلوا عن الثورة بمجرد وصولهم وتحقيقهم لبعض المكاسب الشخصية، ربما سواء قيادات عسكرية أو وزراء أو مسؤولين أو وكلاء في أي مكان وفي أي مجال كان في جسد الدولة؟ أنا أعتقد أنه الثورة دائما هي لا تأتي بعالم من الملائكة على الإطلاق. الثورة هي تأتي بالمجتمع، كما هو المجتمع تكون الثورة. يوجد داخل الثورة النزيه وصاحب الموقف والمبدئي، ويوجد داخل الثورة الانتهازي والمتسلق والذي يبحث عن تحقيق المناصب الشخصية على حساب قيم الثورة وأهدافها. لكن أجمل ما في الثورة أن أصحاب الموقف وأصحاب القيم هما أكثر من الانتهازيين وأكثر من الفاسدين والفاشلين، لأنه لا يوجد أي ثورة جاءت مجموعة من الملائكة والمثاليين المنزهين من كل الأخطاء. لكن دعني أسرد لك بعض النقاط الآتية لكي أعبر لك عن تضحيات وكفاح شباب ثورة 11 من فبراير. لو فتشت فقط عن قائمة الشهداء وقائمة الجرحى في طلائع مقاومة الاستبداد ستجدهم من طلائع ثورة فبراير. لو بحثت عن قائمة المخفيين قسريا، زملائنا وزملائي وزملائك يا سامي، عبد الخالق عمران ومعوضة وحسن عناب، ستجدهم من طلائع ثورة فبراير المختطفين. لو فتشت في قائمة الأسرى والمختطفين والمعتقلين والمخفين الذين تم رفع أسماءهم أثناء التفاوض في جنيف، وأنا أطلعت على الكشوفات تقريبا أكثر من مرة، ستجدهم من أغلبهم من طلائع شباب هذه الثورة. لو فتشت عن الذين أصبحت لديهم أراجل صناعية أو الذين أصبحون على كرسي الإعاقة مثل عمر الصمدي في تعز وغيره من الجرحى، ستجدهم من طلائع ثورة 11 فبراير. لو فتشت عن القادة العسكريين المخلصين وقادة المقاومة الشعبية، ستجدهم يوم من الأيام الذين رفعوا الورود بالساحات. وأريد هنا معين الشمسي من تعز، أسامة المخلافي
الدكتور أسامة المخلافي كان من طلائع الثورة، نايف الجماعي كان من أحد طلائع ثورة 11 فبراير وأحد شهداء المقاومة، عبد الرب الشدادي القائد العسكري النزيه والذي لا يختلف عليه اثنين كان أيضا من طلائع ثورة 11 فبراير ومن الذين كانوا يحسون الساحة، أيضا العقيلي القائد العسكري الكفء والشجاع أيضا كان من طلائع ثورة 11 من فبراير، حتى الضباط العسكريين والقادة العسكريين الذين قضوا نحبهم شهداء إلى الله كانوا من الذين انخرطوا وانضموا إلى الثورة سواء في ساحة التغيير أو من الذين انضموا إلى ساحة الثورة في عدن أو من الذين انضموا إلى ساحة الثورة في الحديدة أو كثير من المناطق، فهؤلاء هم الذين يعبروا عن الثورة. الثورة يعبر عنها من يمتلك الرؤية ومن يمتلك الموقف، أما الانتهازيين فدائما يبحثون عن الخلاص الفردي لا يبحثون عن خلاص الجماعي للشعب للأمة اليمنية للدولة اليمنية، وهؤلاء يعني ينتهي مشوارهم الثوري للحصول على نائب وزير أو وكيل. شكرا جزيلا لك، أو مستشار. شكرا جزيلا لك محمد المقبلي من شباب فبراير، كنت معنا من اسطنبول. حول الموضوع أيضا لدينا بعض المشاركات من خلال واتساب نشاهدها معا. ثورة فبراير تعني لي كيمني كل شيء، تعني لي التحرر من الظلم، التحرر من الاستبداد، التحرر مما كنا نعاني في هذا الوطن من فقر وبطالة وفوضى وكل شيء. طبعا عندما انطلقت شرارة ثورة فبراير في 11 من نوفمبر خرج الشباب من كل مكان، من جامعة صنعاء ومن نزلوا من البيوت، وطبعا كانت سلمية، اعتصمت الناس في الساحات وجدوا الناس وجدوا عدة ساحات في عدة محافظات نحن من أنحاء الجمهورية اليمنية واعتصموا بشكل سلمي، لكن المستبد الطاغية عمل على قمع الناس وقتل الناس واختطاف الناس وتكبيت الناس. ثورة 11 فبراير تعني لي الكثير، بل الحلم الذي سطرناه نحن شباب فبراير. أعتقد أن 2006 كنت من ذلك الوقت بدأت أميز ما بين هناك حاكم مستبد، بدأت أعرف هذه الأشياء. جاءت 2011 عندما انطلقت الثورة، وكان أعتقد يوم الأربعاء حينما خرجنا في شارع جمال، كان ذلك حلم، وكنت أسعد شخص في اليمن كون كنت متابع لثورات الربيع العربي، وعندما وصلنا ولم أصدق أن الشعب اليمني سوف يقوم بثورة على علي عبد الله صالح الذي استبد اليمن 33 سنة. كان شعور لا يوصف أن تنطلق هذه الثورة من الشعب اليمني بشكل سلمي، كون الشعب اليمن شعب مسلح، أغلب الشعب شعب مسلح، ولكن استطاع الشعب اليمني أن يخرج بثقافة جديدة وهي الحراك السلمي. في هذه الذكرى الثامنة لثورة فبراير التي تعتبر هي الروح التي تمدنا بالأمل والحياة والدولة المدنية الحديثة التي ننشدها منذ 8 أعوام يوم أن خرجنا إلى الساحات مطالبين بإسقاط النظام العائلي الكهنوتي المستبد والذي سقط، وبحمد الله تبارك وتعالى ونحن ماضون في الثورة التي لن تتوقف ولن تكون هناك لأي قوة مهما كانت قوتها أن توقف هذا الطوفان الذي انطلق ولن يتوقف حتى تستكمل أهداف ثورة فبراير التي ضحينا من أجلها بالكثير من الشباب والشهداء الذين سقطوا ورووا هذه الثورة بدمائهم، والدماء لا يمكن أن تذهب هدر، هكذا هي الثورات، لابد لها من تضحية، لابد لها من ثمن، وكان لثورة فبراير ثمن كبير من الشباب، ونحن ماضون ولن نتوقف حتى تستكمل أهداف الثورة. إذن كانت هذه مشاركة من خلال واتساب. من صنعاء لدينا اتصال خولة القواس، أهلا بك خولة. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام خولة، ما الذي يعنيه لك 11 من فبراير؟ يعني لي الكثير هذا اليوم. أنا شاركت بالثورة حينها كنت في الصف الثامن، كنت صغيرة جدا ولكن كنت مدركة ما حولي، كنت أسعى لتحقيق أنا و
الثوار طبعا نسعى لتحقيق الأهداف الثورة. كنت مؤمنة جدا أنها هي الطريق لبناء يمن ولمستقبل أفضل. طيب في ذلك الوقت تقولي وأنت كنت مدركة لأهمية هذه الثورة، اليوم بعد 8 سنوات هل تعتقدي أنه أنجز شيء من أهداف هذه الثورة؟ وأيضا ما رأيك بمن يحمل ثورة فبراير مسؤولية الوضع الآن؟ الثورة هي أخرجت الخبث، لا يمكن للطبيب أن يخيط الجرح قبل تطهيره، وهذا ما يحدث مع الثورة. الثورة كانت البذرة لمرحلة طويلة من النضال والكفاح، وأيضا الثورة أسست للخروج عن الظلم ورفع الصوت عاليا والرفض له. ربما هذه لم تكن من أهداف الثورة الحقيقية، ولكنها هي أسس لتحقيق هذه الأهداف الفعلية. شكرا خولة. اتصال من ماليزيا، باسل الدبعي، أهلا بك باسل. سعد المشاهدين جميعا. باسل، ما الذي يعنيه لك 11 من فبراير بداية؟ في البداية أنا أود أن أستميحك عذرا لأن الزميلين هشام الأبار وعبد المقبل قد تحدث كثيرا في هذا النقطة، أنا ما أود التركيز عليه في الحقيقة وتطرق إليه اليوم في ذكرى ثورة 11 فبراير وقد حلت ذكرها 8 وما سأسميها بالحق الأصيل والعقيدة بالنسبة لنا كثوار، والتي نجد فيها ما يرضينا على الدوام مهما تقلبت السنوات أو مهما مرت كثير من العقود. هي بالنسبة للناقمين على هذه الثورة اليوم الذين يرددون شعار تطعن ظهر الثورة ووجوديتها، يرددون اليوم كثير من الكلام، يوجهون لها اللوم لما أصبح عليه الواقع من حروب واقتتال وتردم كل الوضع الإنساني والمعيشي. في الحقيقة هنا من يعتقدون بأن كل ما عليه الوضع الراهن وبسبب الثورة، لا يا عزيزي، ثورة 11 فبراير لم تفضي إلى تشكيل نظام سلطوي كما هو حصل الآن، لم تفضي إلى تشكيل نظام تصفوي، ولم تكن بالاستبدال العنيف والمحتاج، بل أفضت إلى أن دخلت في مساومات ومنحت الحصانة لمن لا يمنح في الأساس، وهو لربما خطأها الأكبر أنها تسامحت مع جلاديها والذين كانوا على الدوام خطرا أكثر من كون المساومة معهم ومنحهم الحصانة فرصة للنجاة بالجميع. ثم أضف إلى ذلك أنها أسست شكل من أشكال البناء الحر للدولة من خلال الحوار الوطني الذي جمع كافة المكونات الحزبية والتكتلات الموجودة على الساحة الوطنية في الوقت الذي كان فيه هرم النظام السابق يحشد بمكره المعتاد للجف على الثورة مضادة، وهو ما حدث بالفعل بدعمه عسكريا للحركات الحوثية التي تمددت في مناطق عدة، اقتحمت المدن كميليشيا تقود انقلابات، ثم كان وبعد ذلك هدفا إلى أن يحل محلها بالتدريج، وهذا كله نتيجة ما نعيشه اليوم، نتيجة لهذه المؤامرة التي حشدت ضد ثورة 11 فبراير. بالتالي لا يمكن أن نعيب الثورة بأي شكل من الأشكال، ثم لا يمكن لأحد أن يضع تصورات لهؤلاء الثوريون مسبقة ولا تهيئات لمتى وكيف يجب أن تكون هذه الثورة ولماذا بالنسبة للناقمين عليها. الثورة هي نهضة في الأساس مضادة للمعاناة، لحالة من الظلم والمعاناة التي كانت ليست مبررة ولا هي حالة طبيعية أوجدتها الفطرة لكي تكون أو لكي تأتي أنت وتقول اليوم بأن الثورة لم تكن بالضرورة أو كانت مجرد فعل طائش وتوقيتها خاطئ، وهي كانت ضرورة وكانت متأخرة. أنا أعتقد توقيتها كان متأخر، كانت يجب أن تحدث بفترات سابقة. بالتالي هذا طعن مشبوه من يحمل الثورة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وبالنظر إلى أول الأشخاص وأول القيادات وكافة التكتلات التي تواجه الانقلاب اليوم هم من شباب فبراير، قدمت تضحيات الكثيرة على مدى كافة السنوات هذه منذ انقلاب الحوثيين إلى اليوم وما زالوا في كل الجبهات. طيب بالنسبة للثورة المضادة، إلى أي حد هي نجحت في يعني إفشال ثورة فبراير؟ أنا أعتقد أنها فقط عملت على عرقلة أهداف هذه الثورة أو أخرت أهدافها، نتائجها لم تظهر إلى الواقع إلى حد الآن، ولكن ما زال الزخم الثوري لهؤلاء الذين يؤمنون بقيم الثورة موجودة، ما زالوا يكافحون، ما زالوا يناضلون، ما زالوا يؤمنون بأن هناك غد أفضل مع هذه الثورة، بأن هناك أهداف سوف تتحقق على المستوى القريب أو على المستوى البعيد، لأن الثورات على مدى التاريخ ككل لا يمكن أن تحقق أهدافها في ليلة وضحاها، تمر بالكثير من التمويلات، بالتقلبات، بالسنون. وأكبر مثال على ذلك الثورة الفرنسية، امتدت لسنوات، بدأت
كثورة شعبية وصلت إلى أيدي جماعات أرستقراطية فيما بعد فشلت، عادت في موجة أخرى وموجة ثالثة حتى وصلت إلى ما وصل إليه الحال اليوم كنموذج للثورة، وصدرت بعد ذلك إلى كثير من دول العالم، إلى اليونان، إلى أمريكا اللاتينية، إلى كثير من القارات العالم، وهي مثال احتذى به. بالتالي نحن نأخذ هذه الثورات كمثال وكتوضيح بسيط لما يمكن أن تحدثه الثورات على مدى سنوات طوال. أشكرك جزيلا باسل الدبعي، شكرا لك. شكرا لكم. طيب اتصال لآخر، دحان. أهلا بك أخ دحان. دحان كلمتك مشاركتك. بداية أمسي بالخير على الطاقم وكذلك السادة المشاهدين والضيوف. تفضل أخ دحان. في البداية أتحدث عن ثورة فبراير، اللي ثورة كانت ثورة شبابية وشعبية سلمية، قامت ضد نظام أي عبد الله صالح، النظام العائلي، النظام الفاسد المستبد المتسلط الذي جثم على اليمنيين، صدور اليمنيين عقودا من الزمن. هذا النظام الذي كرس فترة حكمه السلطة والثروة لمصلحة الفرد والحزب. ثورة فبراير استطاعت أن جاءت كضرورة ملحة لا بد منها وكمطلب شعبي أيضا. نتيجة وكان مجيئها نتيجة طبيعية لحالة لما الاحتقان التي مر بها الشارع اليمني جراء السياسات الخاطئة التي انتهجها حزب المؤتمر الشعبي العام ورمزه علي صالح. هذه الفترة يعني كانت نتيجة حتمية لقيام ثورة فبراير، وكذلك كانت ضرورية بعد أن وصل حال البلاد أو حال الدولة اليمنية إلى حافة الانهيار كل النواحي، ووصل حال الشعب اليمني إلى مستويات دنيا، ووصل الوضع المعيشي لأبناء هذا الشعب إلى مستويات معيشية متدنية جدا في ظل انتشار البطالة وعدم توفر فرص العمل بسبب النهج الخاطئ وسياسات التجويع التي كان يمارسها نظام صالح. طيب دحان، بما أنك أشرت للوضع الاقتصادي للمواطنين، اليوم من ينتقد ويعارض فكرة فبراير هو أيضا يستشهد بالوضع الاقتصادي الحالي، أنه وصل إلى هذا السوء نتيجة ثورة فبراير، أنها لم تحسن من وضع الناس بل زادته سوءا، هكذا يقال. لا، هو يقال كذلك، ولكن ثورة فبراير، المراقب لثورة فبراير هي حكمت بعد سقوط نظام صالح، والكل يعلم بأن البلد شهدت استقرارا معيشيا واقتصاديا رائعا في الفترة التي أعقبت سقوط نظام صالح، وهذا أعتقد لا ينكره أحد. فالاستقرار الاقتصادي جاءت به ثورة فبراير، وكانت من ضمن أهدافها هي التغلب على التردي الاقتصادي الذي وصل إليه البلد. أما مسألة ما بعد حقوقة أو ما بعد فترة فبراير فهذا شأن سياسي، ربما الكل يعلم ما وصلت إليه البلاد حاليا. أشكرك جزيلا دحان. مكرم من تعز، أهلا بك مكرم. أهلا، كلمتك في الذكرى الثامنة لثورة فبراير، تفضل. أولاً أهني كل الشعب اليمني بالذكرى الثامنة لثورة الشباب الشعبي السلمية، وأشكر قناة بلقيس وهذا البرنامج المتألق برنامج الموطة لما أتاحه لنا من فرصة في هذا الموضوع. وبداية ثورة 11 فبراير السلمية الشبابية كانت هي الدلاء الذي يوصف لتلك لهذه المرحلة التي عاشها وطننا بعد 50 عام أو ما يقارب 50 عام من ثورة 26 سبتمبر.
و14 اكتوبر المدينتين. طبعا حصل انحراف عن مسار الثورتين مما دعا استدعى ان يكون هناك ثوره شعبيه شبابيه سلميه لتصحيح مسار الثورتين. طبعا هناك هذه الثوره جاءت للرهاب مميزات كثيره، اول حاجه انها جاءت للشباب واللي اغلبهم ولدوا وكانوا من مواليد ثورتي سبتمبر واكتوبر واغلبهم في سن الثلاثينات، وهذه الثوره ايضا لم تستخدم العنف ولم تستخدم السلاح ولكنها كانت بصدور عاليه، ثوره شعبيه للشباب بصدور عاليه، وكان هو السلاح الوحيد الذي وعد به ظلم وكهنوت النظام البائد نظام عفاش او نظام علي عبد الله صالح السابق. أول حاجة أيضا هذه الثورة جاءت استجابة لمظالم عاشها الشعب من بداية ثورة سبتمبر حتى الآن وثورة أكتوبر. الثورتين سبتمبر أكتوبر كانوا أيضا من قاموا بها هم الكهول والكبار والقادة العسكريين والمدنيين، لكن هذه الثورة جاءت من الشباب وهذا ما يميزه عن كل الثورات، وهذه الثوره هي من ميزتها الثوره انها ستستمر وستظل لانها ثوره شبابيه، ومهما كانت الخروج بها عن المسار الثوري الذي وضعته، طبعا مهما كان لانها ثوره شبابيه ستعود القافله وسيعود القطار الى 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 تاريخه. هناك ايضا هذه الثوره الشبابيه السلميه ليست ككل الثورات التي قامت بها النخب السياسية والعسكرية، ولكنها ثورة مطالبها الشباب وبكل عنفوان، وهي ثورة مستمرة وتظل مستمرة للأبد. شباب الثورة لم يكن لديهم الاستعداد أنذاك. هناك أيضا بعض السلبيات لهذه الثورة الذي ابتدى أول حاجة أنه من قاموا بها الشباب كان ليس لديهم الاستعداد أو مقومات أن يكونوا على سدة الحكم. هؤلاء الشباب طبعا هم شباب قاموا بالثورة، ولكن كان هناك لهم نقاط ضعف. من هذه نقاط الضعف نعدها، أول حاجة أنهم لا يمتلكون المال ولا يمتلكون العلاقات الدولية والإعلامية ليتولوا قيادة هذه الثورة. طبعا حصل استغلال من بعض الانتهازيين والوصوليين لقيادة هذه الثورة للوصول إلى سدة القيادة لهذه الثورة، وانحرفت عن مسارها الآن. طبعا هذه الثوره ايضا نحن ايضا نراهن بان مستقبل البلد على كاهل شباب هذه الثوره الشبابيه. الثوره الشبابيه السلميه لن ترضى باوصاف الحلول، وهذا مهم جدا. نوضح بان ثوره الشباب السلميه لن ترضى باوصاف الحلول، كما عملوا في ثوره 26 سبتمبر وثوره 14 اكتوبر بعد 1969 عاد الملكيين اليها. ايضا ما كانت التضحيات ومهما كانت المقاومه ومهما كانت الثوره سينتصر باذن الله، ولا ايضا وسيكتف كل الاربعيين والاسريين والمرافقيين والطائفيين مهما كانوا سينتصر، فهي اعلنت ومنذ البدايه النصر والشهاده، ومهما تتولى الاتهاميون والوصوليه، لكن هذه التجربه الثوريه الشبابيه ستستمر حتى النصر باذن الله. حين عاد الملكيون بعد ثورتين سبتمبر واكتوبر كيف عاد الملكيون، والان الصراع اللي موجود القتال ومحصل بالبلد من القتال وايضا من انتكاسه لهذه الثوره، هو ايضا كان ليس بسبب ثوره 11 فبراير كما يتصور البعض. هذه هي الحصيله لسكوت الشعب 50 عام من الظلم والقهر والاستبداد الذي عاشه الشعب اليمني. فوجدت مراكز القوى الان اللي تبقى هي مراكز القوى وليست الثوره. الثوره بريئه مما يحصل في الوطن الان من تلبيق والتشريد. ايضا واضح، وانا اشكرك جزيلا مكرم. شكرا لك مكرم على كل هذا الطرح وهذه الرؤيه فيما يخص ثوره فبراير، شكرا لك. حول الموضوع ايضا نقرا معكم بعض التعليقات من الفيسبوك. مختار يقول: كل ما حصل خلال السنوات الثمان الماضيه يؤكد بانه لا عيب في فبراير سوى انها تاخرت 30 عام. نبيل يقول: اوقف مشروع التوريث، يتحدث عن فبراير، وكشف اليمنيين مشروع البطنين، وكشف الكثير من الذين يدعون الوطنية وعند مخالفتها مصالحهم تحوثوا، كشف عن الوطن الحقيقيين، أخرج جيل آخر لا يؤمن بالوصاية عليه. محمد يقول: لم تكن ثورة 11 من فبراير ذكرى
خيمة نصبناها ذات ربيع ورفعناها قبل أوانها، إنما بداية الطريق إلى غاية فيها أحلامنا لا زلنا سائرون عليها، وقدر فبراير أن يلتقي بسبتمبر في منتصف الطريق ليدخل شبابها منعطفا فارقا وحد على ثرى كل الجمهورين لتبدأ رحلة الكفاح المقدس ضد الطغيان الإمام البغيض، وعلينا أن نجعل من هذه المناسبة فرصة لتوحيد الصف الجمهوري بعيدا عن المناكفات التي توسع الشرخ وتوغر الصدور وتزيد الفرقة. باسم يقول: ما يحصل الآن من حروب وحصار وفقر في اليمن ليس نتيجة ثورة 2011 التي قام بها الشباب، ولكنها نتيجة الثورة المضادة التي قام بها عفاش ونظامه ودول الخليج التي تعمل على قتل روح الثورة في شعوب المنطقة لكي لا تنتقل الثورة إليهم. محمد يقول: اليوم تحل علينا الذكرى 8 لثورة الشباب الحلم والأمل، وللثورة ذكرى وللذكرى تفاصيل تسكننا بعد أن سكنناها في 11 من فبراير. كان الشباب يكتبون تاريخا جديدا للبلد ويستردون أحلاما صادرتها عصابة حاكمة سرقت بقوة النار والبارود وطنا وغيبت شعبا أكثر من 3 عقود قبل أن يدق الربيع على ذاكرة الشباب الذي يفيق من حالة الغيبوبة والتغييب ويكتب بحناجره راقصة ثورة ولم يتبقى منها إلا الذكريات التي امتزجت بالعزة والحزن. وفي ذكرها 8 نجدد المطالبة بتحقيق أهدافها. أيضا مشاركات من خلال واتساب نتابعها. ثورة 11 فبراير ثورة جسدت أعظم صور النضال السلمي، ثورة التغيير، ثورة ضد الفساد، ثورة ضد حكم دام 33 سنة ولم يقود اليمن إلى التقدم بل توقف إلى نقطة معينة ونقطة واحدة، ثورة أتت لتنهي مرحلة التسلط الأسري المهيمن آنذاك، ثورة نزعت الخوف من أبناء الشعب اليمني، ثورة أتت مكملة لثورة 26 سبتمبر ومناسبة وماثلة لمخرجاتها وأهدافها. ثورة من أهم نتائجها هي مخرجات الحوار الوطني والذي يعتبر أهم مرجعية لتأسيس القانون والنظام، وهذا يدل أنه لم يكن هناك دولة. ثورة من أهم نتائجها وهدفها الرئيسي هو التخلص من النظام السابق. وبشكل عام لا يمكن أن ننسى أن هناك من استغلوا هذه الثورة، استغلوا شبابها واستغلوا الثورة وصعدوا على ظهور ثوارها. خرج الشباب فيه ولم يحملوا رصاصة أو بندقية، بل حملوا أحلامهم وطموحاتهم بيمن يسوده الوعي والعيش الكريم، وطن يتسع لأحلامهم وطموحاتهم. حين ندافع عن فبراير فنحن لا ندافع عن أشخاص ولا عن أحزاب، بل ندافع عن تلك الفكرة وعن الأرواح والتضحيات في سبيل هذه الفكرة، ندافع عن تلك الدماء التي أريقت. الوضع الآن أسوأ، نعم أسوأ، لكن الذنب ليس ذنب شباب فبراير، الذنب ذنب أولئك الذين نصبوا هذه الثورة العداء، ذنب أولئك الذين سلموا اليمن إلى من يهلكون الحرث والنسل، ذنب من قاموا بالدفاع عن هؤلاء بأسلحتهم وبأقلامهم أيضا. سيشهد اليمن تحقق أهداف هذه الثورة، هذه شعلة هذه الثورة لن تنطفئ، لن ينطفئ الوعي في عقول الشباب، سيأتي يوم ونقطف ثمار هذه الثورة إن شاء الله، والله غالب على أمره. من مقر عملي كأحد شباب الثورة أستطيع أن أقول أن ثورة 11 فبراير كانت تمثل لنا آمالنا وأحلامنا ومستقبل أطفالنا في وحلمنا في بناء يمن، يمن الأخوة، يمن المساواة، يمن الديمقراطية، يمن جديد بكل ما تعني الكلمة. هذا المشروع العظيم للأسف تعرض لعوامل داخلية وخارجية أدت إلى إجهاضه أو الحد من فعاليته، رغم ما خرجنا منها من وثيقة الحوار الوطني وغير ذلك لبناء اليمن الجديد. وعلينا كشباب ألا نسلم للفشل، لأن لو سلمنا للفشل معناته أنه كل ضاع نضالاتنا، ضاعت دماء شبابنا الذي أهدرت في الساحات من قبل النظام الفاسد البائد. ونطالب بدوم بتفعيل الفعل الثوري على مستوانا كشباب ثورة لمراقبة ما تم إنجازه، هل تم إنجاز ما أحلمنا به؟ بهذه المشاركات من الواتساب نختم هذه الحلقة من برنامج منصة في الختام. تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج زميل عمر النهودي.